هنا سعيد بتواجدي بجهة العيون الساقية الحمراء وبمدينة العيون العزيزة على قلوب كل المغاربة لإطلاق برامج اجتماعية مهمة جدا تنفيذا للتوجيهات السامية ديال صاحب الجلالة نصره الله لتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية واحتفاء بذكرى المسيرة الخضراء العزيزة على قلوب كل المغاربة. فهذا الإطار كان إطلاق اليوم برنامج جسر التمكين والريادة، وهذا اللقاء اللي ترأس اليوم مع السيد والي جهة العيون الساقية الحمراء، السيد رئيس الجهة، السيد رئيس المجلس الجماعي، السيد رئيس المجلس الإقليمي، والسادة رؤساء المجالس المنتخبة، وكان حضور قوي للمجتمع المدني والمنتخبين ولعدد كبير من الفاعلين. فإذا اليوم كان إطلاق برنامج جسر التمكين والريادة اللي كيجي أيضا في إطار تفعيل البرنامج الحكومي للرفع من النشاط الاقتصادي للنساء، واللي غادي يهم 3000 امرأة بجهة العيون الساقية الحمراء، واللي خصصنا له سواء من الوزارة والولاية والجهة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية 18 مليون درهم كما قلت لمواكبة 3000 امرأة. وأيضا تم إطلاق البرنامج لانتقاء ما سميناه بالحاضنات الاجتماعية لإشراك المجتمع المدني في مواكبة النساء، وهذا البرنامج غادي يتم التنفيذ ديالو باسم الوزاره من طرف التعاون الوطني ووكاله التنميه الاجتماعيه. كما تم ايضا اطلاق في هذا الاطار مواكبه الاشخاص في وضعيه اعاقه لخلق انشطه مدره للدخل بتخصيص 4 مليون درهم، وايضا اطلاق برنامج مهم جدا لمدن ولوجه حتى تكون هناك ولوجيات بمدينه العيون. ونبغي نشير لواحد المجهود كبير اللي قام به المجلس الجماعي لمدينة العيون بحيث وضع رهن إشارة الوزارة 14 مركز اجتماعي اللي غادي يكون فيه برامج اجتماعية مهمة مثل جسر الأسرة لمواكبة الأسر، المراكز متعددة الوظائف للنساء، الحاضنات الاجتماعية، مراكز لمواكبة الأشخاص المسنين. إذا هذا كان واحد المبادرة قوية من المجلس الجماعي لجهة العيون، وتنشكروا السيد الرئيس على هذا الدعم للبرامج الاجتماعية وهذه الشراكة القوية مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة. ونبغي نشير أيضا في الختام إلى أن هذه البرامج الاجتماعية تجي في واحد السياق خاص كتعرفوا بلادنا اللي هو سياق الدعم الاجتماعي للأسر اللي كيشمل الأشخاص المسنين، الأشخاص في وضعية إعاقة، وأيضا في إطار متميز اللي هو إطار مراجعة مدونة الأسرة والدفع بالنهوض بحقوق المرأة وحقوق الرجل وحقوق الأسرة وبالدعم للمجهودات الاجتماعية لجميع الفاعلين. وشكرا لكم. اليوم كانت الزيارة ديال وزيرة التضامن والشؤون الاجتماعية مناسبة عيد المسيرة المظفرة اللي حرت المناطق واللي احنا كنا في المسيرة، واللي حد ما شاف المسيره يعرف عنه ما شافه، فاتوا ياسر من الامور اللي ما فاتوا. وجات وسنا اتفاقيه مع الجهه، وقع اتفاقيه مع جهه العيون الساقيه الحمراء على تكوين برنامج، وبرنامج اللي جاء في المغرب كامل في الجهات، اللي كل جهه عندنا 3000 امراه، هم بعد العيون 3000 امراه اللي يدير تكوينهم، مشاركه الجهه مشاركه فلوس فيها، واللي لا يديروا لها تكوين الى راد الله. ومهمه جدا، هذا عمل مهم جدا، واللي وقعت هما اللي عطيناها كجماعه محليه 14 مركز لتكوين النساء، وغادي يسيروا جمعيات اللي كايناتهم اللي غادي يسيروا الى راد الله ويعملوا فيه. وبالنسبه لنا هذا عمل مهم جدا في العنايه ديال جلاله الملك ولا العنايه ديال الحكومه. هذا برنامج مهم وعامر، وبرنامج اللي هو الى راد الله لن ينجح. اليوم ونحن نعيش نشوه الاستعدادات بالاحتفالات عيد المسيره الخضراء المظفره في الذكرى 48، ذكرى عزيزه على كل مغربي مغربي، ولكن بشكل خاص نحن في الاقاليم الجنوبيه. هذه المسيره التي ابدعها الراحل الحسن الثاني الله يرحمه، و ابن البار جلالة الملك محمد السادس الله يعزه بحنكته وتبصره يقود
مسيرة أخرى من النماء ومن التنمية ومن العيش الكريم ومن الاهتمام بالعنصر البشري، وجاب برنامج كبير حافل كلف به الحكومة، قالوا الحماية الاجتماعية، ورش كبير متكامل ومن بين أشطره وهو الاهتمام بالعنصر البشري. هذا القطاع الحكومي اللي هي وزارة الأسرة والتضامن جابت برنامج وطني سمي برنامج تمكين والريادة، اليوم في نهاية تنفيذ هذا البرنامج على المستوى الوطني بجهة العيون الساقع الحمراء بهذه المناسبة العزيزة، وقعنا الاتفاقية مع الوزارة، نتمنى جاهدا كمرحلة أولى وهو التكوين ديال الفئات الهشة، والمرحلة الثانية إن شاء الله هو المصاحبة، والمرحلة الثالثة يعودوا مستعدين وجهزوا هذه الفئات إذا أراد الله للدعم المباشر باش يعودوا يلجوا الحياة العامة بمشاريع تدر عليهم بالدخل. بمناسبة هذه المناسبة العزيزة نتمنى جاهدين أن نكون نزلنا إرادة جلالة الملك ونكون نفذنا كذلك متطلبات جهد والله يعني قدر كبير من 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 هذه الفئة الهشة على تراب الجهة، وهناك عدالة مجالية، يعني هذا برنامج في العيون في بوجدور في السمارة وفي الطرفين. شكرا. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.